كبر سني وأنا لي علاقة مع الإبل، عشت حياتي الابتدائية بشكل عام كانت كلها في الإبل، يعني كنت أروح المدارس وأدرس وأتابع حالاتي ومذاكرتي كانت وسط الإبل، مسكت المقهور ومسكت الحاشي ورعيت الإبل وحجمت الحيران، هذه كلها في صغر سني، كانت عامل مساعد لي في الحياة، كانت صفاء الإبل وصفاء الصحراء وأهل الصحراء ساعدتني على أني أصل المرحلة اللي أنا وصلت لها. طبعاً الفضل يعود لله ثم لأبويا، طبعاً أبويا ضحيان بن حسن الدوسري، طبعاً هو من عشاق الإبل وهو من أساسات الإبل من في سوق الجنادرية أو في مكان، لكن الإبل أنا لي علاقة معها وحب، تعتبر هي الهواية الوحيدة لي في الحياة، لكن أنا اتجهت للطب والجراحة، فمن 2008 وأنا متخرج طبيب جراحة، اشتغلت في مستشفى العسكري في الرياض، واشتغلت في مستشفى الحرس، واشتغلت في مستشفى الجامعي في الرياض، والآن أنا طبيب أقيد منشأة طبية في جدة، والإبل تعتبر هي الأساس والحب الحقيقي لنا كأسرة، سواء من أبويا أو من أخواني، ولله الحمد، لازلنا نرتبط بها علاقة حميدة، ومع التطور اللي حصلت في الإبل لازلنا احنا متمسكين فيها، اليوم أبويا وإحنا ننافس في الإبل وننافس في حبها، وأنا من الناس اللي أشجعهم عليها. والإبل بدأت تتغير وتتطور من ناحية مناهج الجمال ومعايير الجمال وأسعارها، وكل هذا يعود لمصلحة البادية اللي هم إحنا البادية، فيعني صراحة يشكر كل شخص قام واجتهد وساعد على أن الإبل تصل لما وصلت له اليوم هنا. تفاجأت بأشياء، كمية البشرية والجمهور لعشاق المهرجان، ويعتبر العشاق من طبقة عمر وسطية، يعني اللي هم 20 إلى 30، ما شاء الله تبارك الله، يعني احنا عندنا توجه شبابي للمهرجان، ما كان مربوط اول بكبر السن والناس الكبار، لكن الحين ما شاء الله تبارك الله طبقة المجتمع الوسطية هم اللي مالكين ومشجعين السوق ومشجعين حماسهم للسوق اكثر من الناس الكبار، هذا يعود لله سبحانه وتعالى ومجهود الناس القائمة على المهرجان. طبعا المهرجان الملك عبد العزيز يشكر كل شخص قام عليه، وكل شخص بدا يتطور في المهرجان، بدايه ان المهرجان يوصل للمصاف اللي وصلت لها من ناحيه الجمال. التطور اللي حصل عند الابل اليوم شيء مفخره لكل راعي ابل يشوفه. اليوم ابلنا في السعوديه تملك اعلى قمه جماهير موجوده في الساحه. اليوم كل اهل الباديه تعتبر نسبة عالية من السعودية، تلقاهم الحين في المجالس يتكلمون ابن فلان ابن فلان ابن فلان، ما عاد تربط قبيلة فلان، لكل منقية تلقى لها اسم ولها جمهور ولها محب ولها مقياس في الجمال ولها تنافس. اليوم الصياهة شهرين، أنا أتوقع أنها تعدد بالملايين اللي يحضرونها. ساحة، حب، عشق للأهل البادية. يعني نشكر لكل شخص قام على هذا المهرجان أو أي مهرجان يكون سبيل لحب الإبل لأهله أو حفظ أهل البادية لإبلهم. اليوم أقولها، الإبل هي الماضي والحاضر والحب لكل شخص عاش معها من طفولته، وكل شخص شاف حب الشخص هذه للإبل تلقاه بدأ تحبه حتى لو أنه بعد كبر سن. أتمنى لكل شخص يعشق هواية أن يجرب حب الإبل، هي حب الصحيح.